السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل عامة على الوحدة 8 الحركة الدورانية منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في إيدك. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. عجلة ومحور: تدور حول محور أفقي بواسطة جسم كتلته، هذه M، متصل بحبل ملفوف حول محور العجلة الذي نصف قطره 8 سنتيمتر، هذه R. فإذا أسقط الجسم رأسيا مسافة 2 متر، هذه D، بدءا من السكون يعني VI صفر خلال 5 ثانية، هذا T. احسب عزم القصور الذاتي لكل من العجل والمحور. هاي رسم لك هو العجل والمحور، أنا اللي بالأحمر أنا اللي أضفته. إذن هذا المتجه يمثل MG، وهذا يمثل قوة الشد الحبل، هذا اتجاه العجلة الخطية، هذا اتجاه العجلة الزاوية. حتى نجيب عزم القصور الذاتي بتفيدنا هذه المعادلة، ألفا وتساوي تاو على آي، ومنه آي اللي هي عزم القصور الذاتي، وتساوي تاو عزم القوى على ألفا اللي هي العجلة الزاوية. منجيب العجلة الزاوية من هذه المعادلة، A وتساوي لألفا في R. فالعجلة الزاوية العجلة الخطية منجيبها من هذه المعادلة، العجلة الخطية أي للكتلة 10 كيلوغرام منجيبها من هذه المعادلة. ليش اخترنا هذه المعادلة؟ لأن قال لك بنرجع بنقرأ المسألة، فإذا أسقط الجسم رأسيا مسافة، أعطاك مسافة رأسية بدءا من السكون، أعطاك سرعة ابتدائية خلال 5 ثانية، إذا من هذه المعادلة فينا نحسب العجلة، هذه عبارة عن صفر، هذه هي نفسها دي، ولو الزمن عندك يا بدك العجلة. منرتب هذه المعادلة بالطريقة هذه، بتصير العجلة الخطية وتساوي 2 دلتا اي على تي تربيع، ممكن تسميها دلتا واي أو دي اللي بدك تسميها، هذه ما فيك تسميها دي وفيك تسميها واي. العجلة الخطية بتطلع عندك بهذا المقدار بعد التعويض والحساب. إذا منعوض بالمعادلة العجلة الزاوية، ألفا وتساوي A على R، هذه قيمة العجلة الخطية، هذه قيمة R، ضربتها بعشرة والسالب 2 لأن عطاك ياها 8 سنتيمتر، السنتي بادئة قيمتها 10^2، فبتطلع العجلة الزاوية هذه. ضل عنا بدنا نحسب عزم القوى. عزم القوى، القوى المؤثرة على العجل والمحور هي تي، إذن لازم نوجد تي. كيف بدنا نوجد تي؟ منطبق القانون الثاني لنيوتن على حركة الكتلة M، F net وتساوي لM في A، وحصلت القوى المؤثرة على الكتلة A تساوي للكتلة في العجلة، ومنه وحصلت القوى، القوى المؤثرة على الكتلة هي MG إلى أسفل وT إلى الأعلى، لذلك MG أخذت الاتجاه الموجب وT أخذت الاتجاه السالب، لأنه اتجاه الحركة في هذا الاتجاه، اتجاه الحركة في هذا الاتجاه، وافترضنا هذا الاتجاه هو الاتجاه الموجب. منرتب المعادلة بتصير T وتساوي لMG ناقص M في A، منطالع M خارج قوس كعامل مشترك، وهذه مقدار G وهذه مقدار العجلة، بصير عندنا قوة الشد في الحبل هذه هي، نحسب عزمها تاو تساوي لتي كابيتال في R، تطلع عزم قوة الشد 7.7 نيوتن في متر.
بنعوض بالمعادلة اللي نحن اخترناها من البداية اللي هي هذه اي اللي هو عزم القصور الذاتي يساوي لتاو عزم القوى المؤثرة في العجلة والمحور على الفا العجلة الزاوية، ومنعوض ومنحسب تطلع عندك بهذا الشكل. فكرتها حلوة وجديدة وخارج امتحان. في أمان الله، ولا تنسونا من